أثابكم الله. يقول السائل: شاب أراد الزواج من امرأة وقد تقدم إلى أهلها في البيت، فقبل الأب بحضرة ناس كانوا موجودين وقد أعطاها شيئا من المهر، ولكن لم يحضر الإمام ليتم العقد، فظن هذا الشاب بهذا يتم الزواج، فدخل عليها وأبوها يعلم ذلك، ثم أعلم أن هذا خطأ، فماذا عليه الآن أثابكم الله؟ عليه أن يعتزلها، عليه أن يعتزلها حتى يعقد عقدا صحيحا، حتى يعقد عليها عقدا صحيحا، ثم يدخل عليها بعد العقد. فعله الأول خطأ. نعم.